زبير نسألك شوية أسئلة مع عند العبيد. نبدأ لك تفضل. بلال العلويني وأيمن التومي، الزوز سألوا نفس السؤال. هذوكم الله خير، هذوما زوز اخواتي هذاك، علاش برا قول أي مشاش. نفس السؤال، علاش بالسيت؟ تلعب. والله ورثته على نجيب البريقي، لقيته هو لو نيميرو بلوز او موان ديسبونيبل، وباش عملت شويه ليدونتيتي نتاعي، وبعدين ولا كيما البورت بونور عرفت، وليت مشيت في الطريق هذاك. ما انا عرفت من الاول تقول عليه تنجم تقول هذاك النيميرو اللي لقيته، وبعدين بصراحه لقيته مزهر، مش يقول لك اكثر من فمش هكا حاجة تسال. معناها هكا ولا هكا. لا 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 باهي، دليل أحمد قالت لك أنت تقعد ديما أحسن جوار تونسي. أما لا هي قال هي قالت رأيي هي. ما هي هي هي. أما علاش ما خممتش في كارير تاع أونترينور بعد ما كملت؟ والله هي دليل على خاطر الخدمة هذه هي الوحيدة اللي ما اقتنعتش فيها بصراحة، من كثر ما شفت في الكورة وعشت في الكورة حسيت انه اضعف عدو، فعلا اضعف واحد لونترونور سي لو مايون فابل. ولو تلاحظ من الخدمات القليل في العالم اللي مصيرك مش بيديك انت، مصيرك بيد الاخرين، نجم تريني وتعطي التكتيك وتحضر البسيكولوجي والفيزيك والدنيا كل، واما الملاعبين هم اللي يعملوا، ينجم البيلانتي يشوتها في السماء تطرد انت، ينجم الكوره تضرب على البارة والاربيتر يعطيهم بيلانتي تطرد انت، ينجم الاربيتر ينحي لك بونتو تطرد انت، ينجم المسؤول يتخنق يضيق عليه الخناق ينحي لونترنور يبدله قاجنوه رجا نفسيه. دونك سي تان بولو اللي ما اقتنعتش فيه بصراحه، ومن نهار الاول ما فكرتش فيه، وبيان شور بعدين بشويه بشويه تخلق لي الفولي الاخر نتاع التحليل ملاني صغير راهو نحلل، المكتفي ملاني بديت نحلل واني نلعب. بعد ما كملت لي طوال 2005 عملت 2006 و2007 تشامبيونز ليج على الاي ار تي، وقت اللي كانت الاي ار تي كنت نمشي للاردن نحلل معاهم، دونك دوب ما كملت الكوره مشيت للتحليل راهو، وقعدت نلعب في مساكن هاك العوام الاولى اللي رجعت فيها لمساكن 2006 و2007 و2008 وين نحلل في الاي ار تي، ونمشي للاحد الرياضي نلعب في مساكن نكمل الماتش نمشي للاحد الرياضي. دونك تحلي الباب هذا ولا الباب الاخر مسكر بطبيعته، فهمت؟ الحقيقه ما اقتنعتش فيها كخدمه، فهمت؟ وسيت ان شوا راهو في الاخر عرفت، رغم اللي برشا ناس يقولوا لي شبيك ما ترينيش، شبيك ما ترينيش، تنجم تريني وتنجح تعملها الشهاده وخليها فوق منك على ما تعرفش على الوقت. الحقيقه ما نجمتش وما اقتنعتش. علاء سيا يحب الكلوب هذا، قال لك شكون ترى سبب في توتر العلاقة بين الإتوال والكلوب بعد ما كانت أحسن ما فهم؟ اه وي جات بون، بيريود ما كبيره يظهرش برشا متوتر اللي على ضربت نفسه في اكسبيرونس. المستوى. لا لا سي، ما نتصورش اللي فما حد وراء التوتر بقدر ما هو ريفاليتي، عرفت؟ نورمال راهو دو كلوب هذوما يعيشوا بالتيتروات، ربحتني وهزيت عليا تيترواتك وربحتك هزيت عليك تيتروات، دونك تخلقت الريفاليتي تخلق راهو شويه المشاكل ومسؤولين، وقت اللي ما ينجموش يكونوا صحاب هما زوز يلعبوا على التيتر. بتيتر كانوا صحاب وقت اللي فترة هذاك بعيد وهذاك يلعب على التيتر، كيما صحيح. البيريود 94 و93 احنا نلعبوا في فترة صعيبة، والكلوب الكلوب ما شاء الله يا اخويا جمعية يا لطيفولتو يا لطيفولتو. يعني بالحق معناها وقت الكلوب جمعية تتحب ما نحكي لكش يا راجل، جمعية فيها كل شيء كل شيء، الكورجية القلب الجمهور يا لطيف، جمهور يربح وحده الحقيقة. دونك بعدين كي تولي الزوز يلعبوا على التيتر ساعدوني شوية مشاكل ريفاليتي دي ديكلاراسيون هنا وغادي، ظهر لي من وقت اللي تحصر التيتر بين الاتوال والكلوب وقتها ولات شوية الحزازيات كبرت أكثر من أي وقت، وبعدين رجعت الريفاليتي وكا وعرفت، أما سي تو تافي نورمال. باهي، او بوان غابري قال لك اقوى ماتش لعبته مع المنتخب. أقوى ماتش والله ثم ماتشوات، أما جي ماجين أقوى واحد هو نتاع مصر اللي ذبحناه في الكوب دي موند، اللي جو شد المصارره وعمل ماتش مزيان على الأخر، والإكيب الكل الحقيقة عملنا تري جرون ماتش، وقت اللي مصر بصراحة نشوفوه على الورق أقوى منا برشا أقوى منا برشا معناها في البيرود هذيك، أما عرفنا كيفاش عملنا ماتش كبير وربحناهم، وبيان سور المنزه معدي ورمضان وفرحنا الناس بطريقه غير عاديه نهارتها، تقعد بيان سور في الميموار ويقعد ماتش كبير برشا، وبعد 20 عام شين الكوب دي موند راهو 20 عام
ولي صحيح، جينيراسيون اللي بس تعداو في على ذات تونس بن السياح وقت يحيى بعض وغيره. راحوا بجمعة اي وقتها. ودات قلت لك تخلقت سنساسيون قويه برشا فك الماتش هذاك، ورغم المطر ورمضان والمنزه معبي، هذا اخر مره تعب فيها المنزه زاد من الاخر، مش ما نطولوش في الهدره. باهي، صديق قال لك كان يكلمك سريفا ويقول لك ترجع تخدم في الإتوال، تقبل ولا لا؟ وقت اللي كلمني سيريفا نقول لك يا صديق لا لا يا ودي، لا 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 لا، تعرف علاش؟ لا على خاطر صار الكلام وصارت حاجات وما صار منه شيء، دونك ما فهمش ثقة. لا هو عنده فيه ثقة ولا أنا عندي فيه ثقة، بكل صدق وبكل بساطة، أكثر من هكا ما فهمش. فهمت؟ أما بالحق كان يجي يقول لي هاو باش نعمل مجلس إدارة وهما الأشخاص وكل شيء تجي تخدم في البوست البلاصة الفلانية والبلاصة تناسبني، تناسبني يعني يعني مش نحب معناها على ذوقي، لا فاهمك. تناسبني اللي نعرف نخدم فيها، مش يجي اشد تصويره ولا نسكت بيك الناس جمعه من زمان وبعدين لا سي با سا. وهي أشرف مصلحته راه مش بركاتي، مصلحتي يعني. أشرف بركاتي قال لك ماتش اون ديبلاسمون في الأفريق عمرك ما تنساه، نتصور نعرف الإجابة. اللي هي إنيمبا ولا؟ لا فيتا كلوب، فيتا كلوب انيمبا ماتش بون في الخايب، بالحق عمري ما ننساه في الخايب، على خاطر سي ان تيتر اللي تسرق منه بور دو بون، تسرق منه بطريقه خايبه. ممكن انيمبا كانت ايكيب غوله، راهو جافو ايكيب مزيانه على الاخر، ولكن حتى احنا كنا ايكيب مزيانه على الاخر، ولكن السيناريو اللي صار تاع بونتو في اللي وصعب علينا تزيري، وبونتو في وبيلانتي في الروتور حرام زقوم وفي وقت صعيب، اي بورتون عدلنا ولعبنا البيلانتيات وخسرنا بيلانتيات. اما جو بونس فيتا كلوب لي سيركونستانس نتاع الماتش صعيب على الاخر، دومي فينال كوب دو لا كاف في بلاش في سوسه، مشينا الغادي نسخنوا في وسط الجمهور، واحد يدزك واحد يبصق عليك واحد يبخك بالماء والاخر يعمل لك في الجرامس، ما خلوناش نسخنوا. تصور انت قالك تسخنش للتيران وهم مش نسخنوا، لو بتيت اسباس اللي فما كولوار، كولوار لقينا روحنا جمهور يهبط من الجرادان بعدنا، 100,000 متفرج استاد نتاع كينشاسا يهز 100,000. ميلا سونساسيون علاش ما ننساهش؟ على خاطر هذاك توسا ماركاونا دقيقتي اللعب، بيلانتي زادك كالعاده حيله، اي با عندنا كاركتير وعندنا كيب وعدلنا واحد واحد ماركي تاني، لا سونساسيون في الجمهور. انا حطيته البونتو على الانستغرام، الجمهور وقت اللي ماركي تاني قالوا ما فهمناش روحنا وين احنا تو، هي بارتي شميتية، عرفت الفاز كيف؟ فما بارتي شميتية اللي هما نتاع ليكيب الاخرى نتاع كينشاسا، وقت اللي ماركينا احنا قالوا هو عملوا جو. وهوك الفيديو على البروفيل نتاعي حطيته على خاطر سي تا مومون ميمورابل، معناها عرفتك اللي احنا ممكن شميتية بالسرقة ولا في ديارنا ولا في قهاوينا، هما لا في ستاد هما حاضرين الماتش كيما جمهور الاخر، وقت اللي ماركينا احنا يعيطوا زيطوا هكا ويشجعوا عاملين جو. دونك هذاك ماتش صعيب من الاول وصعيب على الاخر، وبعدين ولا سونساسيون فيه كبيره برشا. لا عملنا برشا ماتشات في الافريق بيان سور، جوهانسبورغ فيها ماتشات كبار برشا، معناها يتسمى اون ديبلاسمون زاده، ماتش زامبيا في دومي فينال حاجه ما تنجمش تنساها من الميموار نتاعك، معناها سورتو لي فولتولا بلون. يتكلم عليك في الكومنتير. نيكولا نيكولا سي ان ميك اكسترورديناير، سي ان انسيان فوتبولور دو لا جينيراسيون دو لينتر افيك رونالدو تو سي ميك لا، تو مي ريسبي، مان ان براف تيب تري جونتي، ان ميك موديست، سي لا كلاس. فين عرفت لا زبير كلاس في ابو ظبي ايطاليان تقول في ابو ظبي؟ وي في ابو ظبي، سي ان جران ميسيو كو جادور والله، جو سوي فير دافوار دي زاني كوم سا vraiment c'est un très bon ami qui on dit Nicolas, un mec très très bien et que j'apprécie à l'air, c'est pour ça que je parle en français parce qu'il comprend. Je voulais lui passer le message à la khatr, c'est pas toujours que tu trouves des gens comme ça, c'est pas tous les jours, surtout des grands joueurs. Il a joué avec des grands, avec Ronaldo suffisant, c'est tout. صحيح. باهي، يوسف بوان ابي قال لك شنو سبب العركه بينك وبين نبيل معلول؟
سبب العركة بيني وبين نبيل معلول وقت اللي كنت في الاتحاد الرياضي وليكيب ناسيونال، مشيت للسيشيل، خسرنا في السيشيل، فكان ينحل الوقت في الاتحاد الرياضي. قلت بيان سور مش معقول احنا تونس نخسروا من السيشيل وطيارة خاصة وديبلاسمون، ولازم صراحة لوجي دو ميري يتحاسب. وقتها شوية شعبوية، ما ممكن كان جيت توا ما نقولش يتحاسب، نقول كلام اخر ما فهمت، مي سي فري قلتها وجو لو بونس، معناها بالحق مش معقول تونس نمشيو للسيشيل في طياره خاصه ونخسروا 3-1 في السيشيل ونروحوا ما نسمعوا السيشيل عندهم توريزم، ما عندهمش كوره باش يربحونا معناها في الاخر، عرفت ماشي. لو لوندومان في الراديو شو اسمه ما نعرفش حاسيلو شكون كلم معلول، قالوا معلول كيفاش تعطيه الميكرو لزبير بيه يحكي عليك ناسيونال وشكون هو؟ علاش تشوف الرد نتاعي كان يعني عملت وعملت 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 بور دير كو عندي الحقوق الكل باش نحكي عليك ناسيونال. هذا هو سبب الاختلاف اللي صار بيني ومعلول، وعملت فيديو نتاع ريبليك ورديت وكذا كذا. تحسنتش على العلاقة خاطر شوية تو ولا ما صارش كونتاكت؟ لا صار بلوجير كونتاكت من وقتها. صار مره عدنان حمد في الاي ار تي تكلمنا وقال لي تو باش تكلم نبيل واحد، كلمنا مرتين وثلاثه في قطر، سافرنا مرتين مع بعضنا زاده تكلمنا. مي بون ما بالنسبه لي يعني معناه اعتبر اللي بالحق معناه هو اللي قلل من معناه اتكلم بطريقة مش باهية، عرفت ماك تعرف، واني الرد نتاعي كان قاسي شوية رغم اني ما سبيتش وما تقبحتش، عرفت على خاطر شدوه برشا ناس وتشمتوا بيه برشا ناس، هذيك الكوتي اللي ما عجبنيش برشا. مي بون هذا هو اللي صار بالضبط معناه، عرفت بي هذه باش امورو دو ليكيب ناسيونال، تقول لك شكون احسن لاعب في ليتوال خلاص تو ساعة ثانية احسن تو طولت عليك. لا لا مسأل شيء، شنو قلت لي شنو يقولوا؟ باج امورو دو ليكيب ناسيونال، شكون احسن لاعب في ليتوال تو وشكون احسن لاعب في المنتخب تو؟ ايوه هاو السؤالات الباينه يحبوهم. با والله رايي الشخصي برجوليا لتوال محمد امين بن عمرو بصراحه. وفي المنتخب بالنسبه لليكيب ناسيونال، بالنسبه لليكيب ناسيونال ذكرني في التشكيله شكون البيرود الاخر اللي قاعد يلعب برشا وكل شيء. صخيري فاروق مساكني ياسين ما فرجاني جديري بن قاسم عمر مروخ الزديقي حمد أمين بن عمر ما جديري بن عمر